بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا بالحلوين، انا مفرح خطاب. يلا بينا النهاردة نعمل احلى كيكة باونتي. شايفين بقى الجمال، حاجة كده باشا والطعم تحفة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك. هعملها معاكي كمان بطريقة كده اللي هي تقدميها زي التورتة، بدون كده كريمة، بدون اي تكاليف، اقتصادية تحفة جدا. يلا نبتدي على طول بطريقة التحضير، سهلة وبسيطة ما بتاخدش معانا وقت خالص. انا معايا كده في الاول هحضر كده اللي هو الاسبونش البيتي او طبقة الكيك. انا معايا 3 حبة من البيض، انا استخدمت حجم البيض اللي انت شايفاه ده مش كبير قوي، وهنزل عليه بنص كوب من السكر او نص او يعني الكوب اللي انت شايفاه ده كده الا 3 كده معالق من الكبار. تمام، انا هستخدم معاكي هنا بالكوب، وهكتب لك تحت في صندوق الوصف بالكوب والجرام. تمام كده، ادوب معايا السكر والبيض كويس جدا، وبعد كده هنزل ب3 معالق كبار او ربع كوب كده من السكر وربع كوب من اللبن. هدوب كده كويس مع بعض، وبعد كده اجيب معايا نص كوب من الدقيق. انا استخدمت دقيق بتاع اللي هو الكيك او متعدد الاستخدام، و3 معالق كبار برضو كده زي ما انت شايفه ملانين من اللي هو الكاكاو الخام، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. هنخل معايا الحاجات دي كويس جدا، وبعد كده هنزل بقى كده بالمضرب بتاعي او بالسباتولا او بالمعلقه الخشب. مش هقلب كتير، انا بس كده مسرعه الفيديو عشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكي. تقلبي كده بالراحة وتجيبي كده الجوانب، وفي الوقت ده اكون طبعا قبل ما ابتدي في الكيك اكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 170 عشان يسخن معايا كويس جدا. في الوقت ده بقى كمان هكون معايا الحلة او اللي هو القالب بتاع الكيك اللي هو مقاس 18. عايزة بس هنا بوريكي القوام بتاع الكيك بتاعي عامل ازاي، عشان بس تبقى تفرق معاكي في حجم البيض اللي انت حطاه. لو خفيف شوية تقدري تظبطيه، لو تقيل شوية تقدري اللي انت تخففيه بمعلقتين من اللبن. تمام كده، اخبطها 3 4 خبطات كده على الرخامة، تدخل بس معايا الفرن من 35 دقيقة ل 40 دقيقة على حسب نوع الفرن بتاعك. لما تختبريه كده بخلة والخلة تطلع نظيفة، خلاص تقفلي الفرن وتخرجي. بشغل الفرن من تحت بس. معايا هنا ربع كيلو من اللبن، معلقة ونص من سميد البسبوسة، نص كوب من السكر، معلقة من الفانيليا، وبعد كده هرفعهم على نار عالية. لما تغلي معايا كده وتبقبق كده زي ما انت شايفة بالطريقة دي، هستنى عليها دقيقة. وبعد كده معايا بقى هنا جوز الهند اللي هو الناعم او اللي هو الوسط، اهم حاجه ما يكونش خشن قوي، او اللي هو الضفر زي ما انت شايفه اللي النعوميه بتاعته كده تقدري انت تشوفيها. انا استخدمت معايا 2 كوب من الكوبايمين الكبيره اللي هو بمقدار تقريبا 160 او 150 جرام. تمام كده، واستخدمت عليه معلقه زبده كبيره، وهبتدي بقى ان انا اهدي بقى النار خالص. اول ان انت تقفلي النار وتقلبي كده جوز الهند كده في اللبن او في الخليط اللي انا عاملاه دون، هتفضلي تقلبي كده لما الزبده بتاعتك تسيح، وفي نفس الوقت انا عايزه طبعا الخليط ده يكون بارد معايا. سهله وبسيطه جدا، مقاديرها سهله قوي فوق ما تتخيلي. ممكن تقدري تستخدمي التورتايه دي او الكعكه دي في عيد ميلاد، في مناسبه اللي انت ممكن تقدميها كمان لحد هدايا، بجد تحفه جدا وغير مكلفه بالمره. طبعا بعد ما الكيك بتاعي هدي خالص بعد كده، دي من بعد 3 ساعات تقريبا او ساعتين، كنت عملت الكيك وسبته كده يهدى معايا تماما. قلبته كده زي ما انت شايفه بالطريقه دي، وطلعت كده ورق الزبده بكل سهوله. شايفين الاسبونش البيتي بجد تحفه جدا، شايفين الجمال. انا بقى هنا هقسمها لديسكين، ممكن لو انت عايزه تقسميها لثلاثه تمام، بس الديسكين كانت مناسبه قوي وكانت الحجم بتاعها كويس. لو ما عندكش اللي هو المنشار بتاع الكيك ده، وانت تقدر تستخدمي اللي هي السكينه الطرنش اللي هي مشنشره شويه. شايفين انا بس بقربها لك على الكاميرا، عايزه اوريكي قد ايه جميله وخفيفه وفيها سكوب وحاجه بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. انا معايا هنا نص كوب من اللبن، استخدمت عليه كده معلقه صغيره من القهوه اللي سرقت الدوبان عشان بس اشرب الخليط بتاعي، وعليه طبعا معلقتين من السكر. لو مش حابه ان انت تعملي القهوه تقدري تعملي اللي هو السيرب العادي. انا معايا هنا ورق فاكيوم او باكيوم، او لو انت اللي عندك القطار اللي هو بيمسك الكيك اقدر استخدميه طبعا، بس انا ما كانش عندي يعني القطار ده او القطار ده، بستخدم كده الورق الفاكيوم ده جميل جدا، بجيبه من عند مستلزمات الحلويات. باخد كده مقاس الكيك بتاعي، وبعد كده اعمله دوريه كده زي ما انت شايفها بالطريقه دي، والزقه باي طبقه لزق عندي، المهم يكون متماسك ويكون ماسك معايا الخليط كويس جدا. بعد ما الخليط الطبقه التانيه بردت معايا، حطيت طبعا اول ديسك، وبعد كده شربتها بالتشريبه اللي انا عاملاها، وبعد كده نزلت بطبقه جوزة الهند او بالحشوه بتاعتي، وهعملها كده كويس جدا كده زي ما انت شايفه بالطريقه دي، واحاول ان انا اخلي الملمس بتاعها ناعم جدا على قد ما اقدر بالاسباتيولا.
ولو انت كمان لابسه كده جرافز، او ممكن انت تعملي ايدك كده بالميه وتقدري ان انت تتحكمي فيها وتظبطيها، او ممكن تظبطيها بكوبايه كده تنيمها بالعرض. المهم ان انت تخلي ملمسها ناعم وجميل جدا، عشان لما تيجي تحطي الطبقه التانيه ما تكونش كده طبقه عاليه وطبقه واطيه كده عن التانيه، مش هتبقى لطيفه معاكي. تمام. وبعد كده جبت الديسك التاني، او جبت اللي هي الكيكايه التانيه او الاسبونج، وبعد كده عملت كده شوية تظبيطات، وبعد كده برضو هشربها من التشريبة اللي انا عاملاها. طبعا لو انت ما عندكش مثلا ازازة زي دي او كده، تقدر طبعا تعملها بالفرشة عادي خالص، مفيش اي مشكلة، او بمعلقة هي، بس عشان كانت عندي كنت فضيتها كده من الكاتشب وغسلتها وبستخدمها عادي. انا معايا هنا 4 مكعبات من الشوكولاتة الخام او الشوكولاتة الدارك، هبتدي كده ان انا اكسرها فتفتها معايا، عشان بس لما احط عليها الكريمه بتاعتي تكون سايله معايا وما تكونش كده تاخد وقت معايا، يعني تفوق تحاول هي تفك بسرعه. انا معايا كده كوب من الكريمه الدافيه طبعا، عشان بس تحاول تفك معايا الشوكولاته شويه. لو انت ما عندكش كريمه تقدري تستخدمي بدل ال4 مكعبات تقدري تستخدمي 6 مكعبات، وتقدري تستخدمي عليها 3 4 معالق كبار، مفيش اي مشكله خالص. وهتحطها كده على الوش كده زي ما انت شايفه كده، الطبق الاخراني بجد تحفه جدا وجميله. انا بعد ما زينتها كده بالشوكولاته اخر حاجه، هدخلها بقى التلاجة بتاعتي تبرد تماما وتتماسك من 2 ساعتين ل4 ساعات، لما تبرد معاكي تمام خالص. وبعد كده معدي عليها 3 ساعات بالظبط معايا، بصراحة ما استنيتش عليها اكتر من كده. طبعا كل ما تستنى عليها كل ما هتديكي نتيجة افضل، وهتكون معاكي حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. هبتدي بقى اجرنشها كده بالوش وازينها. جبت اللي هي الشوكولاتة كده اللي هي بتبقى محشية جوز الهند كده، وبتبقى شوكولاتة من بره، هتبقى لايقة قوي معايا على التورتاية او الكيكة اللي انا بعملها دي. وجبت كده شوكولاتة سايلة، او ممكن تجيبي كده نوتيلا وتسيحيها ليها، بس ان انت تقدري تتحكمي فيها وتشكليها كده على الشوكولاتات اللي على الوش دي. وجبت كمان كده رشة من جوزة الهند كده خفيفة على الوجه. شايفين بقى الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك، بجد منقذة وجميلة، تنفع لأعياد ميلاد، تنفع للمناسبات من دون بقى أي كريمة وبدون أي تكلفة، وبدون اللي هو الدقيق الاسبونج، سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش معاك وقت. جربيها وان شاء الله تعجبك. انا بس هنا عايزة اوريكي قد ايه هي جميلة من جوة وشكلها تحفة جدا، بجد خطيرة. شايفين الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة جدا، جمال كده الطبقات جوزة الهند والكيكة الشوكولاتة، بجد خطيرة تحفة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك. كنت معاكم فرح خطاب، يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. متنسيش بقى تدعميني بلايك وشير الفيديو مع اصحابك عشان القناة تكبر بيكم. وحلوين جربوها بالهنا مقدما. السلام عليكم.